اليوم نشهد كل الجزائريين والجزائريات من كل الجهات هم يشاركون في هذه العملية لإنجاحها، وهذا ما يثمن اللحمة الوطنية ويعزز الوحدة الوطنية. كذلك حتى جاليتنا بالخارج شاركت وساهمت في إنجاح واعتزت، وفي كل مرة تعتز بانتمائها لهذا الوطن الغالي. كلنا مدعوون لرفع التحدي ورفع كلمة الجزائر في المحافل الدولية ومواجهة كل التحديات سواء كانت إقليمية أو دولية، وكذلك رفع من شأن اقتصادنا حتى يبقى القرار قرار سيد للجزائر كما عودتنا، وكذلك للوفاء لرسالة الشهداء، ولنكون في مستوى تطلعات شعبنا ومستوى تطلعات شبابنا والأجيال الصاعدة.